حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معل بن منصور عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه نزل إليه ملك فسدده. حدثنا علي بن محمد حدثنا يعلى وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدري ثم قال: اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. قال: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا مجاهد عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه، ثم يرفع رأسه إلى السماء، فإن قال ألقه ألقاه في مهوات 40 خريفا. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن حسين يعني بن عمران عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وكله إلى نفسه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي خيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال يزيد: فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثنيه أبو سلمة عن أبي هريرة. حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا خلف بن خليفة حدثنا أبو هاشم قال: لولا حديث ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القضاة 3، 2 في النار وواحد في الجنة. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. لقلنا: إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد وأحمد بن ثابت الجحدري قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال هشام في حديثه: لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ،
فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة، حدثني أبي، حدثني الحسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة قال: حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء، حدثني عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. حدثنا حرملة بن يحيى المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا: حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث بن خيس قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك بينة؟ قلت: لا. قال لليهودي: احلف. قلت: إذا يحلف فيه فيذهب بمالي. فأنزل الله سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب أن أبا أمامة الحارثي حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا من أراك. حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا مروان بن معاوية، وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري، حدثنا صفوان بن عيسى قالا: حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن إسطاص عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر. حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قالا: حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ، قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال:
أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن مجالد أنبأنا عامر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. حدثنا إسحاق بن منصور ومحمد بن معمر وزهير بن محمد قالوا حدثنا روح بن عبادة حدثنا سفيان عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبي عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أن ابن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل. حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك بن عبد الله عن قيس بن وهب عن رجل من بني سوءة قال قلت لعائشة أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أوما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما. قالت فسبقتني حفصة فقلت للجارية انطلقي فأكفئي قصعتها فلحقتها وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأتها فانكسرت القصع وانتشر الطعام. قالت فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فأكلوا ثم بعث بقصعتي فدفعها إلى حفصة فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها. قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنع
فلما حدثهم أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم، فلما رآهم قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة أخبره أن أخوين من بالمغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره، فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. فقال: يا أخي إنك مقضي لك علي وقد حلف، فاجعل أسطوانا دون حائطي أو جداري، فاجعل عليه خشبة. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا مسنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الطريق سبعة أذرع. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عمر بن هياج قالا: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه. حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه أن قوما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم، فبعث حذيفة يقضي بينهم، فقضى للذين يليهم القنط، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال: أصبت وأحسنت. حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو الوليد، حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول. قال أبو الوليد: في هذا الحديث إبطال الخلاص. حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. حدثنا جميل بن الحسن العتكي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين تدارآ في بيع ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال:
أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. فجعل كلما سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا وهو يقول: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجية دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن قريشا أتوا امرأة كاهنة فقالوا لها: أخبرينا أشبهنا أثرا بصاحب المقام. فقالت: إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم. قال: فجروا كساء ثم مشى الناس عليها فأبصرت أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هذا أقربكم إليه شبها. ثم مكثوا بعد ذلك 20 سنة أو ما شاء الله، ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وقال: يا غلام، هذه أمك وهذا أبوك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما كافر والآخر مسلم، فخيره فتوجه إلى الكافر فقال: اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم فقضى له به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. حدثنا أزهر بن مروان، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقدته ضعف وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك، فقال: يا رسول الله، إني لا أصبر عن البيع. فقال: إذا بايعت فقل ها ولا خلابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له: إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شباب، حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه
فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني الغرماء. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سلمة المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جبل من غرمائه ثم استعمله على اليمن، فقال معاذ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم استعملني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، وحدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قالا: حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضيا بالمدينة قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا اليمان بن عدي، حدثني الزبيدي محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة للغرماء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعمر بن رافع قالا: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلمانية قال: قال عبد الله بن مسعود: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم، فقال: احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي قال: حدثنا زيد بن الحباب العكلي، أخبرني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم، حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، حدثني خارجة بن زيد بن ثابت، أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قالا: حدثنا محمد بن مروان العجلي، حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا، فقال: هذه نسخت ما قبلها. حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا معمر بن سليمان، وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون قالا:
حدثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا سيف بن سليمان المكي أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا جويرية بن أسماء حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سفيان العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات ثم تلا هذه الآية: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا محمد بن الفرات عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. حدثنا محمد بن طريف حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجاهد عن عامر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.